الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة سودانية 24. مساء الجمال بتمناه لكم وين ما كنتم. يتجدد بكم اللقاء في برنامج سينما سودان اللي رح نتناول حاجة مهمة جدا عشان ما نقدر نصنع فيلم سينمائي. هنتكلم عن السيناريو. بداية خلوني أسألكم، شنو أفضل فيلم سينمائي بالنسبة لكم؟ طبعا حجاوب بسهولة شديد إنه ممكن يكون الفيلم الفلاني، لكن طيب أنتوا عارفين منو الكتب السيناريو الفيلم ده؟ على الأغلب طبعا حتكون الإجابة لا. طب لو طلبنا منكم إنكم تذكروا أسماء أفضل 10 ممكن يكونوا بيكتبوا سيناريوهات لأفلام للسينما العالمية، حتكون الإجابة أكيد لا. طب السيناريو هو أولى خطوات الفيلم السينمائي الناجح، واحد من أهم عناصره. حلقتنا اليوم عن أهمية وأسس كتابة السيناريو، عشان كده فكرنا في إطلاعكم على أفضل 10 كتاب سيناريو في تاريخ السينما العالمية. ممكن للحابين كمان يقروا عنهم ويعرفوا أكثر وكمان يشاهدوا أفلامهم. هم بيلي وايلدر، إرنست ليمان، أوليفر ستون، وبين هيكت، وأخيراً فرانسيس فورد كوبولا. الليلة حنتكلم أكثر عن أهم كتاب السيناريو العالميين اللي هو وودي ألان. نشاهد ونعرض. حنتكلم عن وودي لاند، هو واحد من أهم كتاب السيناريو في العالم. معانا مادة، خلونا نشاهدها ونرجع نكمل باقي حلقتنا. الزواج من ابنة زوجتك بالتبني لن يسهم في حصولك على تقدير. إن هذا يخبرك شيئا عن قوة وودي وصلابة الأرضية التي يقف عليها كواحد من أعظم كتاب السيناريو في التاريخ. تم ترشيح وودي للحصول على جائزة أوسكار أفضل سيناريو 13 مرة في تاريخه، ومن بين تلك الترشيحات الكوميدية الهزلية خذ المال واهرب، والحبكات الأخلاقية المؤرقة في الفيلم بينها سمات أهمها جلد الذات والسخرية منها بلا رحمة، والروح الفكاهية العصبية التي عرف بها. عانى ألام من ركود في عمله عقب فضيحة ألمت به، ولكن ما لبث أن عاد بقوة في عام 2005 في فيلم نقطة المباراة. من أشهر أعماله خذ المال واهرب في العام 1969، أني هول في العام 1979، هانا وأخواتها في العام 1986، جرائم وجنح في العام 1989 للميلاد. هنتكلم اليوم على السيناريو. زي ما ذكرنا قبل قليل إنه السيناريو زي ما قلنا هو واحد من أهم عناصر السينما يمكن عشان نقدر نصنع فيلم سينمائي. خلونا نشاهد. مرحبا، اسمي غسان زكريا واشتغل كاتب سيناريو. كتبت 5 مسلسلات، هي الظاهر بيبرس والأمين المأمون وعنترة وراحة المطار ومدينة الذهب، وأشرفت على كتابة مسلسل بعد السقوط. بهالسلسلة من الحلقات رح نحكي عن مبادئ كتابة السيناريو. السيناريو بيختلف عن أنواع الكتابة الأخرى بشغلات وبيشترك معها بشغلات. أهم الاختلافات أنه السيناريو عمل يكتب ليشاهد وليس ليقرأ، بمعنى أن إذا هو ضل على الورق فهو يكون ناقص. بيشترك السيناريو مع أنواع الكتابة الأخرى بأشياء، لأنه هو رواية لقصة مثل كل الفنون الدرامية أو الأدبية الأخرى. أول سؤال بطبيعة الحال هو ما هو السيناريو؟ من أهم تعريفات السيناريو أنه هو حكاية تروى بالصور. طبعا نحن عم نرويها بصور موصوفة، لما بدنا ننتقل لتنفيذ السيناريو تحول لصور حقيقية. في كتير تعريفات تانية للسيناريو، بس بالمحصلة كلها بتصب بأنه السيناريو هو المادة الورقية التي تعمل كل العناصر الفنية لتحويلها إلى صورة. رح نبدأ بتعريفات. في 3 عناصر رئيسية بأي سيناريو، هن الحكاية والحبكة والصراع. الحكاية هي الأحداث بترتيبها الزمني، يعني اللي صار الصبح بعده اللي صار الظهر بعده اللي صار المساء وبعده اللي صار تاني. الحبكة هي الأحداث بترتيبها السببي، يعني الحدث هو سبب الحدث اللي بعده ونتيجة للحدث اللي قبله. بمعظم الحالات اللي بنشوفها هالترتيبين بيتطابقوا تقريبا، بمعنى انه الحبكة ايضا تكون مرتبة زمنيا، لكن هذا لا يعني انه الحبكة والحكاية هنا شيء واحد حتى وقت اللي بيتطابقوا الترتيبين. غالبا حكاية الفيلم بتكون اشمل منه، بمعنى اذا البطل مثلا ببداية الفيلم عمره 25-30 سنة
نظريا ممكن تكون الحكاية بلشت من أول ما خلق البطل. الصراع مثل ما واضح من اسمه هو صراع، هالصراع بيكون عادة بين قوتين على الشاشة. القوتين ممكن يكونوا بطل وشخص، أو مثلا بطل وكارثة طبيعية، بطل والقدر. صراع نوعين، صراع خارجي وصراع داخلي. الصراع الخارجي مثل ما قلنا هو لما بتكون القوة الأخرى اللي واقفة بوجه بطل العمل هي قوة خارجية عنه، يعني ليست من داخله. الصراع الداخلي حالته العامة هي صراع بين العاطفة والواجب، مثلا انه هو يرغب بشيء معين لكن واجبه بيمنعه او الاخلاق بتمنعه انه يلبي هالرغبة، وبالتالي يتحول الصراع لصراع داخلي، اي يتصارع البطل مع نفسه. السينما وخاصة السينما الامريكية اجملت هالثلاث مصطلحات بمصطلح القصة او ستوري. الخلاصة انه السيناريو يروي قصة، هالقصة تدور حول البطل يقف في بداية الطريق ويريد ان يحقق هدف موجود في نهاية الطريق. على هالطريق بوش تحقيق الهدف في عوائق، هاي العوائق هي اللي تشكل الصراع وهي اللي تشكل التشويق وهي اللي تشكل المتعة غالبا. لحتى نوضح اللي حكيناه رح ناخذ مثال فيلم مشهور جدا هو بريف هارت او قلب شجاع. الحكاية ببريف هارت بحالة مو كتير شائعة بتبدأ مع بداية الفيلم تقريبا. البطل بيكون كتير صغير اللي هو ويليام والاس وبينقتل أبوه. رغم ذلك الفيلم ما بيتبع كل لحظات حياة ويليام والاس بين ما كان طفل وبين ما بيرجع شاب بعد ما تعلم عند عمه لغات ومبارزة إلى آخره. وبالتالي هون في فرق بسيط بين الحبكة والحكاية، اختار الكاتب إنه يختصر جزء من الحكاية لصالح الحبكة. صراع بريف هارت هو صراع خارجي تقليدي، هو صراع بين ويليام والاس والملك إدوارد لونغشانكس. رغم إنه الشخصيتين ما بيلتقوا بشكل مباشر تقريبا، لكن الصراع هو بيناتهم. القصة هي إنه ويليام والاس يقف في بداية الطريق، يريد أن يصل إلى هدف، الهدف هو تحرير اسكتلندا من الاحتلال الإنجليزي. في عوائق بوجه الطريق كتير كتير، جيوش الإنجليزية، النبلاء، الخيانات إلى آخره. كل هاي العوائق مصدره هو إدوارد لونغشانكس. لذلك بنشوف بوضوح إنه صراع بين هالشخصين، قوة ويليام والاس ومن معه وقوة إدوارد لونغشانكس ومن معه. هاي المفاهيم كلها برواية القصص ما لها جديدة، الحقيقة إنه عمرها أكثر من 2500 سنة. أول كتاب كتب في التنظير للدراما هو كتاب أرسطو طاليس في الشعر، والمشهور بفن الشعر. الكتاب حلل المسرحيات اليونانية الكلاسيكية وعلى رأسها مسرحية أوديب ملكان لسوفوكلس. حكاية المسرحية هي الأسطورة نفسها، والأسطورة تمتد على عقود من الزمن، بينما الحبكة أي الترتيب السببي للأحداث يمتد بيوم واحد فقط. لاحظ أرسطو عناصر مشتركة بالمسرحيات اليونانية، أهم هذه العناصر هي البنية والبطل التراجيدي. البطل التراجيدي هو شخصية نبيلة خلقا ونسبا، ولكن عنده عيب خطأ يؤدي إلى سقوط التراجيدي في النهاية. بالنسبة للبنية وجد أرسطو أن المسرحية تنقسم إلى خمسة فصول. بالفصل الأول تطرح مشكلة المسرحية، بأوديب ملكان بيكون أوديب الملك وبيجي الشعب بيسأله كيف بدنا نحل مشكلة الطاعون أو الوباء اللي حل بمدينة طيبة اللي هو بيحكمها، لأنه ما في زرع، النساء ما عم تنجب أطفال، ما في مطار إلى آخره. بالفصل الثاني يجاب على السؤال الأول أو على المشكلة الأولى، ولكن تطرح مشكلة أكبر هي مشكلة المسرحية الحقيقية. بيجي كريون من معبد دلفي وبيقول لأوديب إنه سبب هالطاعون هو لعنة من الآلهة، لأن قاتل لايوس أي الملك السابق لطيبة لا يزال في المدينة. بالفصل الثالث بيتعمق الصراع ويظهر الخطأ التراجيدي للبطل. بأوديب ملكان بيجي الكاهن تيريزياس اللي بيعلم الغيب، بيسأل أوديب من قاتل لايوس. يرفض تيريزياس الإجابة وبيقول لأوديب إنه هذا ما عم جاوب مشانك، لأنه إذا عرفت رح يعذبك هذا الموضوع كتير. يظهر خطأ أوديب التراجيدي هون وهو التعنت، أي إنه يتعنت في الرغبة بمعرفة الحقيقة. بالفصل الرابع بصير اللي يسميه أرسطو التعرف والانقلاب، التعرف إلى الحقيقة والانقلاب من السعادة إلى الشقاء. يوديب ملكا أوديب بيعرف بالفصل الرابع إنه هو اللي قتل لايوس، وإنه لايوس أبوه، وإنه مرته الحالية هي أمه، فينقلب من السعادة ملك عنده أولاد وعايش حياة ممتازة إلى آخره، بصير شقي. الفصل الخامس تحدث فيه نهايات الشخصيات أو مصائره. بأوديب ملكان الأم أو الملكة بتشنق نفسها، أوديب بيفي عيونه وبيطلع من المدينة، ويعني تنتهي الحكاية. شاكرين الأستاذ غسان زكريا من سوريا، أتاح لنا فرصة إنه نعرض حاجة عن السيناريو، إن شاء الله كل الناس تكون استفادت. حنواصل باقي حلقتنا بس بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، لسه متواصلين في حلقتنا من برنامج السينما سودان.
عايزين نعرف أول فيلم تم عرضه في السودان. معانا استطلاع، هنشاهد ونعد. نهاية بداية التسعينات كده، نهاية الثمانينات، 91-90. أنا عارفة هو كان فيلم بريطاني تسجيلي وثائقي، كان بس ما أعرف السنة يعني. 1912. أول فيلم اتعرض في السودان ما أعرف، غايته بتذكر بتاع دكين ده مسلسل ما أعرف، يلا الأفلام دي أنا ما متأكد منها. 1983. هو ذكر عادي دي. 1912. والله ما في خيارات، ما عارف والله. أول فيلم تم عرضه في السودان كان في العام 1912، هو كان عبارة عن فيلم يمكن يكون وثائقي في مدينة الأبيض، حنشوفه وحنعود. يعتبر الفيلم السويسري التسجيلي للمخرج السويسري ديفيد أول فيلم يصور في السودان عام 1910 عن رحلة صيد قام بها المخرج، والذي تم عرضه بعد عامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان كأول مدينة تشهد عرضا سينمائيا في السودان أمسية الثلاثاء 27 فبراير في العام 1912 بحضور كيتشنر ليؤرخ بداية السينما في السودان. كانت معلومتنا لليوم عن أول فيلم تم عرضه في السودان. حلقتنا لليوم زي ما قلنا أو زي ما وعدناكم هنتكلم عن حلقة السيناريو في للفيلم السينمائي. حيكون معنا ضيفنا أبو بكر، هنتكلم عن نشوف إنه كيف بيقدر يكتب سيناريو لكل الأفلام اللي يمكن يكون قدمها. حنشوف مادة أراوند خرطوم، واحد من أهم أفلامه، ونكمل باقي حلقتنا. Thank you.
كانت مشاهد من فيلم أراوند خرطوم، واحد من يمكن تقول الأفلام اللي أخرجوها مجموعة نحنا. فيلم أراوند خرطوم حيكون معنا اليوم المخرج العظيم أبو بكر صديق. أنا حافظك أبو بكر صديق. لا لا ما في مشكلة. حواصل على أبو بكر صديق. أبو بكر عبد القادر. عبد الباقي. عبد الباقي. مساء الخير عليك. الله يخليك، مساء النور. يا ريت نتعرف أكثر على أراوند خرطوم. طبعا أراوند خرطوم يعني في البداية، بس عايز أنبه إنه أخرجه حسن زروق. نحن شغالين في نفس المجموعة اللي هي مجموعة نحن، اللي هي كان بدأت سنة 2011، كان أسسناه ونحن طلبة في الجامعة. وهو زي ما شفنا قبل شوي، هو عبارة عن فيلم بيمثل يعني الحياة اللي تحصل في الخرطوم، زي ما اسمه أراوند خرطوم، من الصباح لحد المساء. فالفكرة كانت عبارة عن فيديو افتتاحي لمؤتمر بتاع الهندسة الكهربائية الإلكترونية العالمي، أول مرة كان يقام في السودان. فالفكرة كانت إنه يعني كنا عايزين نعمل حاجة يعني تستعرض الحياة اليومية في السودان من الصباح للمساء. فكان حسن زروق اشتغل الفيديو ده معه مازن ومعتز وكل الشباب. فده كان تقريبا يعني. كيف تم الترتيب لكل المشاهد عشان احنا نقدر نشوف سوداننا يمكن في يوم واحد من الصباح لحد المساء؟ كيف قدرتوا ترتيب الحاجة دي؟ والله طبعا هو يعني زي ما شفنا، هو عبارة عن زي كوليكشن كده، او يعني تجميع بتاع كمية من المشاهد وكمية من يمكن الطبقات بتاعة المجتمع والشكل بتاع الحياة، يعني مثلا السوق، البيت، الشارع، يعني في كمية من المشاهد بتقدر نوعا ما كده تدينا زي ما بقولوا يعني رؤية عامة عن الحاجة اللي بتحصل في الخرطوم من الصباح للمساء، يعني بمختلف طبقات، يعني زي ما شفنا ناس عاملين عيد ميلاد، ناس قاعدين في شارع النيل بتاع الكارو، الزول اللي بيصحى الصباح بيمشي على الشغل بتاعه، سوق أم درمان، يعني في تفاصيل كده كثيرة يعني. حتى الميوزك ذاته يعني حتى كان مازن حامد اشتغلها برضه بتوصل الفكرة، يعني مع الطلعات والنزلات هي برضه يعني بتدي الفكرة بتاعت يعني الصباح لحد المساء كده. فنوعا ما يعني كان يعني قدرنا كده من كمجموعة يعني نعرض بشكل كويس عن هو حقيقي عن اليوم السوداني. طيب مجموعة نحنا عندها واحدة من الأفلام الثانية ممكن تكون موجهة أو بتوصل رسائل؟ مجموعة نحنا تقريبا ما عندنا أفلام كثيرة، يعني في أراوند خرطوم وفي ليدو، لكن برضو نحنا يعني بجانب الشغل ده اشتغلنا برضو زي ما تقولي يعني مقاطع بتاعة أو أغاني، يعني فيديو كليبس بتاعة أغاني مع مازن حامد كان اشتغلنا وكم واحد تاني. فمعظم الحياة اللي قدمناها لحد هسه كلها يعني بتقدم رسائل. هي أصلا مجموعة نحنا يعني مقسومة على قسمين، في جزء تجاري اللي هو بيشتغل الشغل الحر يعني بتاع الإعلانات كده عشان نضمن الاستمرارية بتاعت المجموعة ذات يعني، وفي نفس الوقت في الجانب الثاني اللي هو بيشتغل الشغل زي ما تقول المجتمع أو الشغل اللي عنده رسالة يعني بصورة عامة. فكده. طب اديني واحدة يمكن من الرسائل اللي أنتوا حاولتوا توجهوها للمجتمع السوداني. بتذكر مثلا في الفيلم بتاع ليدو اللي هو غالبا هتكلم عنه بعد شوية. كان الفكرة بتاعته عن العنصرية والقبلية في السودان، وهو يعني مو زي ما عارف الموضوع شائك، ونحن حاولنا يعني عن طريق الفن إنه نحاول يعني ما نفرض رأي معين، قدر ما نحاول نحكي حاجة نملك المشاهد حقائق بحيث إنه هو ذاته يقدر يتبحر أكثر في الموضوع ده يعني. فيعني الفن هو دائما يعني بيلعب دور كبير في إنه يبسط الرسائل أو يعني زي ما بقولي يخليها ما واضحة، بحيث إنه بدي المساحة للمشاهد أكثر إنه هو يفكر في الموضوع، يعني ما زي محاضرة مثلا، أنا بمشي زول محاضر بيقوم بيحكي يعني بديني محاضرة 1 2 3، لا هو بديك مساحة، هو بديك تفاصيل 1 2 3، أنت بتمشي براك يعني بتحاول تفكر، يعني هو ما بيفرض عليك رأي لكن بس بحرك رأي، حتى لو كان متبني لرأي معين في النهاية بخليك أنت تفكر في الرأي، يعني تتبحر أكثر في الموضوع. طيب كتابة الفكرة ذاتها للفيلم أو كتابة السيناريو بتكون فردية ولا أنتوا بتتجمعوا كلكم كمجموعة وفي النهاية بتطلعوا حاجة واحدة؟ تمام. طيب أنا حكي لك عن ليدو من البداية شوية كده. فهو أصلاً يعني ليدو ده كان تقريباً أول فيلم بمسمى فيلم يعني عمله كمجموعة بتاعتنا هنا. فكان بدون أي إمكانيات، كان بدون أي مصاريف بتاعت إنتاج، ويعني بس مجموعة بتاع الشباب متحمسين يعني لمام الحماس وحبوا إنه يعملوا حاجة. الفكرة أصلاً كان عبارة عن زي ما نقول استجابة في إعلان بتاع مسابقة سودان موفي كونتست، كان قايم بها المنتصر مجموعة من الشباب، كان رعاية السفارة الأمريكية. فالموضوع أصلاً كان مختار يعني إنه المسابقة إنه يعملوا أفلام بتتكلم عن العنصرية والقبلية في السودان.
فأنا وحسن زروق يعني قررنا كده قلنا خلاص كده رح نجرب يعني نشوف بيحصل شنو يعني بعد يعني ما كان عندنا خلفية قوية عن صناعة الأفلام، ما كان عندنا خلفية قوية، ما كان عندنا إمكانيات، ما كنا متخيلين إنه ممكن بحب الاجتهاد نعمل حاجة زي يعني الموضوع ده عبارة يعني زي ما تقولي مثلا يعني كنا راكبين طيارة مثلا كده وفجأة قالوا لنا يا أخي ما في كابتن، ما في مساعد كابتن، فأنا وزروق مشينا القمرة بتاعة القيادة قعدنا كده وبقينا نقلب في الدفاتر بتاعة إنه الطيارة كيف بتطلع وبتنزل، نتكلم مع برج المراقبة، يعني بقينا حتى بنتكلم يعني مع الناس اللي هم أصلا عندهم خبرة في المجال ده، يعني بالذات قعدنا في موضوع الريسيرش ده فترة طويلة شديدة يعني عشان نقدر نطلع بالحياة طلعنا بقى. وفي النهاية يعني نوعا ما يعني الفيلم كان نوعا ما أخذ قبول من كثير من الناس. يعني نحن كان قعدنا تقريبا شهور في الثلاثة أو أربع شهور بس في الحتة بتاعت إنه نعمل ريسيرش أو بحث عن إنه كيف يعني نبحث في الجذور بتاع موضوع العنصر، يعني بس ما يعني ما هو المشكلة بتاعت الموضوع إنه يعني الموضوع شائك، ولو حبينا نتناول يعني حاولنا نبعد قدر الإمكان من القصص اللي ممكن تجي لرأس الزول، يعني إذا يعني أول ما يجيك يقول لك كلمة عنصرية طوال بتجي قصص كده كثيرة زول، فإحنا حاولنا نوعا ما نمشي منها شوية كده. طيب قبل ما أخش في موضوع الفيلم نفسه فيلم ليدو، أنا عايز أعرف من وجهة نظر من وجهة نظرك أنت أبو بكر عبد القادر عبد الباقي تمام عبد الباقي عايز ممكن تخليك مع بكرة الصديق والله يعني خلاص اوكي يلا بكرة الصديق عايز اعرف انه انت من وجهة نظرك هي كتابة السيناريو موهبة ولا علم ممكن احنا ندرسه؟ تمام انا زاد ذكرت انه ما جاوبت على السؤال ف الموضوع بتاع كتابة السيناريو هو ممكن يبدا يعني يبدا فردي، لكن في النهاية لازم يعني لازم ياخذ وجهات نظر مختلفة عشان يصل لما الكمال، لكن يصل لدرجة من القبول يعني العام. فهو نوعا ما يعني أكيد يعني أي حاجة فيها طرف موهبة وفيها طرف لازم الزول يتدرب عشان يقدر بالضبط. يعني مثلا لو دار أخذ فيلم ليدو مثال مثلا كان يعني كان بدينا في الفكرة مثلا يعني أنا كان بديت في الفكرة مثلا وظهرت مثلا موضوع إنه فكرة الرمزية بتاعت إنه كيف نحول موضوع العنصرية أو القبائل أو الألوان لليدو اللي هو فيه الألوان بتاعتنا ذاتها مثلا، لكن يعني زي ما تقول ده كان العظم بتاع الفيلم، كان لسه يعني في تفاصيل كثيره ما فيه التفاصيل القويه اللي هي اصلا بتوصل الرساله. ف من خلال يعني كثير من يعني قعدنا مع ناس كثير شديد يعني مختصين في المجال لهم علاقه بالموضوع بتاع الهويه من ناحيه بتاعت بيولوجيه من ناحيه تاريخيه، فقدرنا انه ناخذ الحد الادنى بتاع المعلومات اللي بخلينا نكتب السيناريو اصلا. فبعد ذاك مثلا انا بكتب بقوم بباصل لزروق بقوم بكتب شويه بواصل مثلا او براجع مثلا، بعد ذاك بنقوم بنباصيه لاطراف كثيره بنشوف رايهم شنو، بعد كده يعني بناخذ الفيدباك او التعليقات بتاعت اي واحد، وفي النهايه بنرجع نعدل في السيناريو ف زي ما قلنا يعني في موهبه، لكن في النهايه يعني الجزء الاكبر تقريبا من وجهه نظري انه لازم الزول يعني يتدرب ويحضر افلام كثير وكذا يعني عشان يشوف. طيب كتابه سيناريو لفيلم ليدو اخذت منكم يمكن وقت قدر كم؟ تقريبا 3 أو 4 شهور حاجة زي دي، يعني 3-4 شهور الناس بتكتب يعني مرحلة طبعا بالضبط، يعني زي ما قلت لك كان في البداية كان هو جات الفكرة بتاعت الليدو ذاتها، لكن لسه يعني احنا كيف نقدر عن طريق الفكرة بتاعت الليدو نوصل رسالة كبيرة بمعلومات كثيرة، يعني في يعني كان في زخم بتاع معلومات وفي نفس الوقت المشاهد يعني دار يشوف حاجة فنية يعني أكثر من 1-2-3 ونسب وتفاصيل زي دي. ف يعني الفترة الأولى دي كلها قعدنا بس بنجمع داتا يعني إنه الأساس بتاع الموضوع عشان لأن إحنا ذاتنا عشان نقدر نعرف يعني إحنا ما يعني جديدين في الموضوع سواء الإنتاج فيلم ليدو تقريبا ديكو دراما صح؟ بالضبط يعني هو يعني وثائقي وفيه دراما في النص كده، يعني فيه راوي وفيه في النص بتجي مشاهد يعني تمثيلية وفي الآخر ثاني برجع راوي كده وواصل. ف يعني الموضوع أخذ مننا الزمن عشان يعني لأن إحنا ذاتنا عشان يعني نقدر نغطي الجاب عندنا أول الفراغ المعرفي في الانتاج السينمائي والفراغ المعرفي في موضوع العنصريه والقبليه يعني عشان ما يعني ما نشتغل فيلم ونحن اصلا ما عارفين احنا قاعدين نتكلم. طيب كيف خلقت الشخصيات اللي في فيلم ليدو وقدرت تربط ما بيناتها وحتى المشاهد؟ تمام هو كان في البدايه يعني هو الفيلم زي ما هنشوف مقسم لاقسام كثيره، يعني في جزء في البدايه المشهد بتاع في حته بتاعت انفوجرافيكس وفي تفاصيل كتمهيد، وفي بعد ذاك الحته بتاعت الناس اللي بيلعبوا ليدو اللي هي بنحاول حاولنا قدر الامكان انه نمثل السودان يعني او بالوان مختلفه عن طريق الالوان والناس قاعدين يلعبوا ليدو، يعني حتى كان فيه كلام الفويس اوفر او الراوي بيتكلم عن
يعني بتكلم عن انه كيف الالوان دي بدل بتقدر تساعد بعض يعني قاعده يعني تتشاكل وكل يعني كده يعني فكان الاختيار بتاع الشخصيات يعني اصلا كان ماسكو زروك فهو اللي حدد الشخصيات وبعد كده في النص بيجي المشهد التمثيلي ده مثلا فبرضه المشهد التمثيلي ده يعني كان هي قصه حقيقيه يعني من خلال الجيري بتاعنا الكثير بتاع انه الليم داتا وكده ففي ناس حكوا لنا قصص كثيره عن موضوع المصري فحسينا انه ممكن ندخل واحده من القصص دي فلما دخلنا القصه بتاعت النقل بتاع الدم وكده يعني حاولنا بس يعني نطلع الناس من الجو بتاع الدوكيومنتري انه او الفيلم الوثائقي انه في تفاصيل في راوي في كلام كثير فشويه كده يعني بيكسر المود او يعني بغير الرتابه بتاعت الفيديو بدي ناس شويه كده احساس انسان يعني انه في ناس يعني قاعدين يمثلوا في حاجه زي دي فبعد كده بنرجع للدوكيومنتري ده. طيب كيف قسمتوا الثلاثة اقسام بتاعت السيناريو؟ قسمته تقريبا على كم؟ فكيف قدرت تقسم الجزء الاول والجزء الثاني لحد ما وصلت للجزء الاخير؟ طبعا اول حاجه قمنا كتبنا النص الكبير اللي هو قبل السيناريو او الفكره العامه وبعد كده بقينا نفكر انه كيف كل جزئيه نقدر نعالجها عن طريق انفوجرافيكس او يعني حياه متحركه او عن طريق صور عن طريق مشهد عن طريق احصائيات يعني كل حاجه عندها طريقه معينه ففي البدايه حسينا انه موضوع الداتا ده يعني لازم يكون بطريقه بتاع انفوجرافيك عشان يديها طابع بتاع جديه واحد واثنين عشان يعني دي احسن واسرع طريقه وما دارين يعني ناخذ فيها زمن اكثر من اللازم لانه يعني دي البدايه بتاعتنا بس دارين ندي الناس زي ما يعني تفاصيل في البدايه كده عشان يقدر يجمع معنا بعد كده يعني الفيلم بيبدا يعني طوالي بعد كده الجزء بتاع الرسوم انقطع طوالي خش الجزء بتاع الليد انه في ناس قاعدين يلعبوا الرمزيه بتاعت موضوع العنصريه انه شغاله في السودان الليدو وفي نفس الوقت الصوت بتاع الراب بيكمل الصوره بحيث انه بيحكي القصه اللي احنا دارين نوصلها انه في كلام بتسند الصوره بتخلي المشاهد نوعا ما يفكر في الحاجه دي بطريقه معينه غير كان مفكر فيها اول كان مفكر فيها بس بطريقه رمزيه جديده بعد كده خشينا في الجزء الدرامي لسه الانساني بعد ذاك حبينا نقفل فيها كان مشاهد مصوره وفيها انفوجرافيك يعني كان فيها خليط كده وحتى فيها حاجات رمزيه يعني خريطه السودان فيها مشاهد زول بيطلع كتب بيعمل حاجات وفي الاخر فيها برضه انفوجرافيكس بتاع انه السودان والخريطه والهويه وما الهويه وبعد كده يعني رجعنا الموضوع الليدو انه ديل الناس بتاع انجيبيل عشان بس نربط ولو اللعبه دي يعني استمرت بالطريقه كده يعني ما حيكون في فايز ف يعني باختصار بعد ما خطينا النص شفنا اي حاجه احسن معالجه لها شنو بعد كده قمنا وزننا على الموضوع ده. طيب شنو المعالجات اللي انت استخدمتها في النقله من مشهد لمشهد على بال ما انك تحقق الرؤيه الكامله للسيناريو بتاعكم؟ هو يعني هو طبعا يعني النقله في النوع ده بتاع الفيلم شويه صعبه لانه انت يعني انت بتكون شغال جرافيكس وصور بعد شويه بيجوا ناس حقيقيين بعد شويه بيجي مشهد تمثيلي بحت ما في صوت بعد شويه ثاني برجع جرافيكس وحاجات زي دي فالفكره كلها انه يعني زي ما قلت اتكلمنا شويه على الصوت انه يسند يعني وخلينا الراوي كلامه متواصل يعني حتى في الجزء بتاع الجزء في البدايه بتاع المقدمه بيسند الجزء الثاني عشان يعني الزول اللي بيحضر ما يحس انه قاعد يحضر في فيلمين مختلفات يعني لسه نفس الصوت نفس بيطلع وبينزل اي لكن لسه يعني متواصل فعلا كان يعني شويه صعب الموضوع بتاع الربط بتاع يعني التقسيمات بتاعت الفيلم خصوصا انه دي اول تجربه لنا لكن يعني نوعا ما عن طريق الصوت والموسيقى الخلفيه التصويريه والترابط بتاع الحاجات ذاته وترتيبه ذاته يعني انه الجسم ده يجي قبل الجسم ده هو اللي خلى الموضوع نوعا ما يعني يطلع بطريقه سلسه يعني شويه. تمام. طيب شكل الكتابه للسيناريو اللي انت استخدمته هل هي الطريقه النمطيه بتاعت العمود ولا استخدمت طريقه ثانيه؟ والله صراحة طبعا يعني نحن في الفترة دي اصلا يعني ما كنا عارفين اصلا بيكتبوا سيناريو كيف ما كنا عارفين انه في نص اول بيحصل بعد ذاك سيناريو بعد ذاك بتحول ل يعني مشاهد يعني كنا لسه جديدين في الموضوع ده فصراحة يعني ما كان بالطريقة التقليدية كان اكثر اعتمدنا على يعني اعتمدنا اول على النص اللي هو كتبناه الفويس اوفر الراوي بعد كده
مع تقسيمات الراوي قمنا يعني مع كل تقسيمة من التقسيمات دي قمنا عملنا يعني زي ما تقولي سيناريو مختلف أو مش سيناريو مختلف يعني طريقة يعني مختلفة بالضبط يعني جزء بتاع مختلف لأنه مثلا يعني ممكن الواحد يكتب سيناريو للحتة بتاعت يعني في الوقت ده كنا متخيلين السيناريو ده مثلا في يعني حتة بتاعت التمثيل يعني إنه المشهد أو بس أفكار أو حتى جمل بس تدخلت عشان تقدر تعرف النقلة هتكون عاملة كيف بالضبط يعني بالذات الحتة الصعبة هي الحتة بتاعت الجرافيكس إنه يعني دي سيناريو مختلف شوية يعني أنا كنت متخيل إنه مثلاً السيناريو ده بس الجزء التمثيل الدراما يعني إنه المشهد داخلي نهاري ويجي خاشي بيقول كده بعدين كده وخلاص لكن يعني طلع الموضوع أكبر شوية فبنتعلم لسه يعني يمكن أشوف كمان طريقة تقترحوها أنتم لكتابة السيناريو ما أعرف احتمال ما أعرف إلا قدامنا شوف تمام طيب عايز أعرف إذا كان في أي مؤثرات بصرية وحتى موسيقية أنتم استخدمتوها عشان ما تدي الطابع بتاع الفيلم الكامل حتى أنتم تقريباً ألفتوا موسيقى كانت مخصصة للفيلم هو صراحة التأليف كان جي في مرحلة تانية لكن المرحلة الأولى كان يعني كان مشينا فتشنا في النت يعني زي الناس المبتدئين بيعملوا يعني بفتشوا مقاطع بتاع ساوند تراك خلفية موسيقية يحطوها في الخلفية لكن يلا كان يعني هو تحدي يعني لأنه ما في موسيقى حتجي من الدقيقة الأولى للدقيقة العاشرة وفي تقسيمات كثيرة وفي طلع ونزل ولازم الموسيقى تكون يعني متناسقة يعني عشان تدي إحساس بتاع إنه لحاجة واحدة يعني فالمؤثرات كان يعني اعتمدنا أكثر شيء على يعني حد زي ما نقول حضرنا أو سمعنا كمية مختلفة متنوعة من الموسيقى بعد ذاك يعني خطينا وجربنا يعني أكثر من إنه مثلا قلنا خلاص على هاي هنعمل لأنه يعني في المرحلة دي كان يعني كنا هاويين يعني ولسه هاويين طبعا فالمشكله يعني كان تحدي يعني انه يعني الواحد ما كان متخيل انه ممكن يوصل مرحله يعني حاليا يعني بقينا نالف يعني لكن في المرحله دي كان لسه الموضوع بتاع التاليف ده لسه شوي يعني ما كان خالص فبس نزلنا وجربنا وعدلنا وطينا نزلنا كده يعني لحد ما زبط طلعت حاجه ممتازه والله بيقولوا لا هو خطير اصلا طيب عايز اعرف مجموعه نحن الافراد اللي بتتكون أو بتكوي مجموعات نحن هل هم كلهم هاويين لموضوع بتاع صناعة الأفلام وكده ولا أنتوا كده تكونوا دارسين ومتخصصين في الحالة دي؟ طيب مجموعات نحن يعني بشكلها الحالي فيها حسن زروب مؤسس يعني الحاليين وفيها مازن حامد حسن زروب برضو يعني نحن الثلاثة أو نحن كلنا حتى المجموعة الكبيرة اللي كان يعني اللي هو فيها برضو محمد المنتصر ومعتز النيلي يعني محمد حمد كمية من الشباب يعني ما حكى في ميزة بدأت أذكر فكلنا يعني خريجين بتاع الهندسة فكرنا بس إنه نعم يعني وصراحة الموضوع كان بدأ في حفل بتاع استقبال بتاع طلاب جدد بتاع برالما عملنا فيديو للافتتاح ويعني الفيديو نوعا ما لقى قبول كده يعني الناس وقلنا يا طيب نحن نطور الموضوع ده فما في واحد دارس الموضوع يعني كشهادات لا بالذات الوقت ذاك لكن حاليا يعني مثلا يعني بعد التوفر بتاع الكورسات في النت الاونلاين الكده الواحد بقى يعني بيعلم نفسه يعني بيشوف الحياه دي مازن حامد يعني هو يعني منتج موسيقي وفنان يعني بيعزف جيتار يعني فمن الناحيه بتاعه الصوت يعني هو متمكن يعني فيعني التيم نوعا ما هو هاوي لكن يعني متخصص يعني بيحاول يتخصص يعني بيقرا لسه يعني بيدرب نفسه وان شاء الله لو جات فرصه يعني انه زول يعني يقدر يطلع ويصقل الحاجه دي بطريقه اكثر احترافيه يعني ما في يعني طوال تمام طيب مجموعه نحن يمكن شاركت في عده مهرجانات الفائده الحقيقيه اللي مستوها شنو مشاركتكم في المهرجانات؟ هو صراحه يعني زي ما قلت لك يعني احنا مثلا قبل المهرجان ده اصلا ما كان عندنا فكره انه ممكن نطلع فيلم زي ده اصلا ف يعني بعد شاركني في المهرجان حسينا انه والله يا اخي والله ممكن يعني ما بالصعوبة ديك مثلا فيعني مثلا لو كان المهرجان ذاك ما جاي يمكن لحد الليله يعني يمكن ما اكون قاعد هنا يعني يمكن لحد اللحظه ما اكون عرفت انه يا اخي والله انا ممكن اعمل فيلم يعني يعني كله من شارك في حاجه مثلا يعني الواحد بيحس بمسؤوليه بحيث انه يا اخي حقه يجود الشغل ده عشان نطلع بمنظر شويه مقبول يعني يعني ما يكلفت يعني ما يعني يعني حاول بس قدر الامكان يقرا يغطي الفراغ بتاع المعرفه اللي هو ناقصه
وبعد كده يعني بحاول يرفع الستاندرز يعني او يعني يرفع يرفع يعني زي ما بيقولوا يعني الحد الادنى بتاع الحاجات اللي بتطلعها يعني يعني ما يقبل بحد معين يعني في يعني مثلا يعني قبل كده اشتغلنا كميه من الحاجات ما طلعنا لحد هسه قاعده بس لانه حسينا انه يا اخي الحاجه دي ما حقو تطلع لانه ما بتوصل الرساله بتاعتنا بالطريقه اللي احنا دارينها. فكثرت الانتاج الفني عموما بتخلي الواحد نوعا ما يعني يقرا يطلع ويجرب يعني وهو التجربه يعني اثر اكبر بكثير من القراءه. يعني ممكن الزول يقرا فتره طويله يحضر افلام يستفيد يكتب ملاحظات لكن لما يجرب الحاجه دي كلها بيقوم مطبقه وبيعرف اللي بينجح معه اللي ما بينجح معه اللي بينجح برا اللي بينجح هنا الناس هنا عايزه شنو الناس برا كده يعني بيعمل مقارنات يعني بينه وبين نفسه يعني وهم يعني مرات ما بكون حتى حاس يعني انه قاعد يتطور مثلا او قاعد يعمل مقارنات. طب خلينا كده انا وانت يا ابو بكر وكل المشاهدين نشاهد الفيلم ونتناقش فيه. تمام قبل آلاف السنين الإنسان الأول ظهر في المنطقة دي من قارة أفريقيا والعالم وبدأ الإنسان ده يتنقل ويهاجر عشان يلبي حاجاته الأساسية ويصل بكده لأجزاء كثيرة من أطراف العالم جاي من الأصل الواحد الأول. الاختلاف في ألوان وأشكال الناس في المناطق المختلفة أصلا هو جاي من عوامل المنطقة اللي بيستقروا فيها هي اللي بتشكل معالم الإنسان مع الزمن. حتى الاختلاف ظاهر في قارة أفريقيا منلقى إنه البيئة اللي قاعدين فيها ناس جنوب القارة ووسطها غير العايشين فيها ناس شمال القارة البعيدين من خط الاستواء. عشان كده بنشوف الاختلاف في لون الناس وأشكال أجسامهم وشعرهم ووجوههم وكده. يعني باختصار الاختلاف ده في أفريقيا وعندنا في السودان حاجة أصيلة وقاعدة من زمان بمعنى إنه الألوان والأشكال المختلفة دي أصيلة في القارة وما جاي من أي هجرات وتمازج عربي أو أوروبي زي ما بيقولوا. وفي الأصل الأوروبيين والعرب هم جايين مننا ومن أصلنا الواحد اللي كان قاعد هنا يعني الإنسان الأول في أفريقيا. من خلال دراسة الDNA اللي اتعملت ومنها دراسة في معهد الأمراض المستوطنة لقوا إنه 60% من الDNA القاعد في العالم جاي من الDNA القاعد في السودان القديم وده بيأكد لنا إنه جذور السودانيين ممتدة في التاريخ. حس الناس بقت بتقيس بالحاجة شايفاها ونسيت التاريخ أو الأصل. التصور الخاطئ اللي بيقول إنه ألواننا وأشكالنا ناتجة من تمازج بيننا وبين حضارات نحن قمنا لقيناها أرقى مننا خلت إنه الناس بتحاول تنسب نفسها للحضارات دي فبالتالي تغيرت مقاييس الجمال. وبناء على كده يتقسم المجتمع لطبقات اجتماعية وعناصر عرقية مختلفة معايير التمييز فيها هو العرق أو الجهة العايشين فيها. بدت العنصرية لعبتها من زمان ومن الوقت داك بتفرتق وتفكك في أبناء السودان وتميز بالألوان والأشكال وتقطع في أجزاء وتفشت في مجتمعنا أو بالأصح حولتنا لجماعات بيعلو فيها الانتماء العرقي على الانتماء القومي. زادت الحساسية بين الألوان لأننا بنلقى ناس متميزين على ناس في الحياة الاجتماعية وحتى العملية بناء على ألوان الناس بس ده ساهم في أن الناس تتفرق أكتر وأكتر. بقت الألوان بتتكتل وتتعنصر وتطيح ببعضها والأمر إنها بتطيح بنفسها قبل كده. بعض القبائل في شرق السودان وغربه وبرغم النداءات الطبية فضلوا الانغلاق وعدم التزاوج من الآخر وكانت النتيجة الطبيعية انتشار مرض الأنيميا المنجلية اللي كان حفتك بالقبيلة بأكملها. أخذت العنصرية دي أشكال غير اللي شفناها واللي بنشوفها كل يوم من عدم التزاوج والانصهار ورفض الآخر ونبذ بعض الألوان والعراق والحسد والحقد والتكبر والاستحقار لكن وصلت مراحل أبعد من كده بكثير.
في قصة وغيرها كثير من القصص اللي بتزيد يوم بعد يوم وبتأكد تغلغل العنصرية دي في دواخل الناس وبقت تتحكم في كل تصرفاتهم. كيف بتتشكل العنصرية في الإنسان؟ من الأسباب الرئيسية اللي بتخلي العنصرية تتشكل وتنمو وتنتشر هو الموروث الثقافي الناتج من التصورات الخاطئة ذكرناها في بداية الفيلم، وكل المدلولات والإشارات والمصطلحات العنصرية في الواحد من هو صغير بيتم تسويقها عن طريق الأسرة ابتداء وفي الشارع انتهاء بوسائل الإعلام وتأثيرها الكبير على المقاييس. وكل يوم بنتلقى جرعات من الإعلانات والأفلام وألعاب الفيديو وألعاب الأطفال وحتى الكرتون اللي بترسم وترسخ معايير الجمال المبنية على التصورات الخاطئة، فده بيعمل مقاييس جديدة وبيحاول كل المجتمع إنه يصل للصورة الوهمية دي اللي بقت مفضلة عندهم. من أهم معايير الأمم المتقدمة وجود هوية واضحة بتعبر عن إمكانياتها وقدرتها على العطاء، ودي الحاجة دمرت العنصرية بسبب المفاهيم الخاطئة عن أصولنا. فلو بنحلم بسودان أرقى وسودان أجمل، سودان بيقدر يقيف على حيله تاني، لازم الانتماء للسودان يكون أسمى وأعلى من أي انتماء لأي لون، أحمر أو أزرق، أخضر ولا أصفر، أو أي جماعة تانية، قبيلة ولا قرية ولا مدينة، ولا حتى أي حزب سياسي أو طائفة دينية، لأن العنصرية بتعني التمييز، يعني عنصر مميز على عنصر تاني، والمساواة هي نواة التقدم، لأن كل واحد فينا مكمل للتاني. فبدل ما كل الناس تسعى للوسط وتتمركز حوله، لازم نتوجه لتعمير كل السودان ونبقي كل حتة فيه مركز بذاته كامل الهوية ومتمازج في الألوان. والناس حقه تخط في باله إنه العالم كله جاي من هنا، بدل ما تقعد تلف وتحاول تنتسب لجنس معين. مفروض نستفيد من الاختلاف ده بدل نخليه عامل بفرق بشتت. غير كده هنبقى لسه لافين في الدوامة دي، ولسه العنصرية مواصلة لعبتها هالك معاها السودان اللي بيحلم ببكرة. وفعلا الحكاية أكبر من مجرد ليدو. دي كانت مشاهد من فيلم الجميل الرائع ليدو، ناقش واحدة من أهم الحالات اللي يمكن في السودان إحنا كثير من الناس بتعاني منها اللي هي العنصرية، وإحنا لسه متواصلين مع ضيفنا الجميل أبو بكر. بداية كده خليني أعرف تاني، أحكي لي عن فيلم ليدو، الفكرة جات من وين؟ المهرجان، المشاركات، ومدى إحساسك بالحاجة اللي هي صعبة شديدة، يعني إن الواحد يكون حاسس بالعنصرية وياخد يناقش عنها أو حتى ياخذ معالجات لها. تمام. الفكره اصلا كان زي ما قلنا المسابقه اول مهرجان سودان موفي كونتست، اصلا الفكره بتاعته كان بس عن العنصريه القبليه، كان فتحوا الباب انه الناس تقدم للمهرجان ده بافلام ايا كان نوعها، افلام قصيره. ف
فنحن بس يعني قلنا يا اخي احنا لازم نقدم يعني لازم نشوف نشوف يعني يعني هل هننجح ولا بشد نشوف يعني ممكن احصل شنو يعني بعد ذاك. ف هو يعني طوال قمنا بدينا هو قعدنا وكتبنا السيناريو وكذا وفي الاخر كان في 2013 كان عملوا الحفل النهائي والفيلم يعني كان اخذ المركز الاول. طيب كل المعلومات اللي كانت متواجده في الفيلم يمكن الانفوجرافيك الناريشن اللي كان شغال ما خفتوا انه حاجه زي دي قمت تتعرض؟ والله صراحه يعني هو الموضوع يعني اصلا يعني في شارع النيل في البيت في اي حته يعني كان الناس قاعده تتكلم فيه فهو موضوع عام يعني فبس الفكره كلها انه نحن كيف نقدر نوصل رساله قويه بحيث انها تتعرض يعني وتعبر عننا بالكامل يعني بصوره حقيقيه انه يعني دي وجهه نظر او مش وجهه نظر. طيب المشاهد اللي كانت متوايده يا ابو بكر في يعني مشاهد ممكن تكون حاده شديد انا يعني اي زلمه ممكن يكون خايف انه الحاجه دي يبينها او حتى يعرضها. والله صراحه يعني هو زي ما تقول يعني ده الحاصل يعني سواء شينا او بينا احنا يعني هو الفيلم رسالة يعني الفكره الورائيه في انه بيعكس الواقع يعني اكثر من انه يحكي قصه ما قاعده بالذات يعني في الموضوع ده يعني احنا ما قاعدين نحكي حاجه اكثر من الواقع لانه الواقع برا وكفايه يعني ف يعني تقريبا قعدنا يعني فتره عشان نختار يعني اصلا القصه اللي حنعرضها او القصص اللي حنعرضها وكيف نعرضها بطريقه كويسه بحيث انه تكون مقبوله لكل الاطراف يعني مش مقبوله لكن تكون يعني توصل الرساله بتاعتنا بطريقه كويسه لانه خصوصا موضوع العنصريه ده يعني فيه كميه بتاعت معقد شديد يعني حتى فيه العنصريه المضاده يعني العنصريه في الطرف الثاني فهو كان يعني تحدي حقيقي انه كيف يا اخي احنا نقدر نكتب حاجه بحيث انه ننجح نوصل الفكره بتاعتنا 100% وفي نفس الوقت تكون حاجه مؤثره يعني بدون ما. طب شنو الحاجات اللي قدرتوا تستندوا عليها عشان ما تطلعوا كل المعلومات اللي كانت؟ صراحة يعني هو يعني أهم حاجة في الموضوع ده يعني المعلومات اللي قدرنا نطلعها يعني يعني الداتا اللي قدرنا نشوفها يعني كان في البداية تواصلنا مع ناس يعني مختصين في المجال يعني أول حاجة كان مشينا كان عماد صالح ياسين في مؤسسة مجتمع فيعني ده يعني أكثر حاجة كان ساعدنا في إنه وصلنا للناس اللي إحنا ممكن نستفيد منهم يعني ودانا المنظور بتاعه عن الموضوع ف يعني كان اهم حاجه انه احنا نقدر نصل لاساس للموضوع ده يعني قبل ما نبدا يعني انه نعرف يعني الاساس بتاع الموضوع ده من جاي من وين ويعني الموضوع بتاع الهويه ده من ناحيه بيولوجيه زي ما شفنا من ناحيه بتاع التاريخ من ناحيه بتاع كده يعني تفاصيل اكثر يعني حتى في الاخر قدرنا يعني انه حتى نبدا الفيلم بالتفاصيل التاريخيه يعني او التفاصيل البيولوجيه بتاعت الدي ان اي وكده يعني كمعلومه يعني تستحق انه مثلا نفتتح بها الفيلم يعني عشان نوري انه الناس دي كلها مثلا جايه من الحته دي يعني ما يعني الفكره بتاعت الالوان دي المفهوم بتاع الناس عن الفكره بتاع الالوان ما هو المفهوم يعني ما هو ما هي الحاجه الصح يعني احنا مستندين على بيانات اكثر من مستندين على قصه دارين نحكيها لا في بيانات وفي قصه دارين نحكيها ففي مزيج كده كامل حاجة. طيب من الماده اللي انا شاهدتها صراحه عجبني جدا توظيفكم للممثلين اللي كانوا في الفيلم. طب انتوا هوين كيف قدرتوا تحققوا الحاجه دي؟ والله صراحه طبعا اي حاجه يعني فيها صدفه كويسه ويعني الفكره بتاعت الليدو دي كانت صدفه يعني يعني لو ما جت الفكره بتاعت الليدو يعني الفيلم ده نوعا ما كان العمود الفقري بتاعه ما كان حيكون يعني ما كان حيقدر الفيلم يقوم عليه فيعني استندنا كثير شيء على الفكره بتاعت الليدو يعني الفكره بتاعت الالوان الاحمر والاصفر والازرق والاخضر الفكره بتاعت انه في ناس قاعدين في الاطراف وفي وسط الفكرة بتاعت انه في ناس قاعدة تلعب الفكرة بتاعت انه في ناس بتلعب ضد بعض الفكرة بتاعت انه في ناس عندها هدف دارت حقيقه يعني فيها تفاصيل كثيرة يعني حتى حاولنا مثلا ندخل تفاصيل بتاعت ليدو اكثر لكن اللي لقيناها ما بتسمح يعني مثلا زي الطابية واحد يفزه لكن حسينا انه لا كده حنبعد من الفيلم مثلا فصراحة يعني فكرة هي يعني الافكار زي دي يعني الزول لما يعني خطة مسافة في راسه بتقعد فترة كده فبدون يعني الواحد بيجيه افكار بيبدا يشطب الاول افكار بتجيله طوال بيقوم بيطلعها يعني دي الافكار المستهلكه مثلا لكن بعد فتره كده يعني مثلا انا ما متذكر بصراحه الفكره بتاعت الليدو بالضبط جت 200 او من وين
لكن يعني هي بتجي في لحظة مثلا بعد الزول ما يقوم يشطب الخيارات الأولى الكثيرة بتجي بعد شوية بتجي فكرة بتاعت الليد يقوم بخطها بكتبه بعد ده بشوف هل الفيلم يستحمل لأنه تنزل فيه الفكرة بتاعت الليد ولا مثلا يشوف قالب تاني مثلا يشتغل عليه. يعني كان في قالب كثيرة, يعني كان في قصص, يعني كنا دارين نعمل زي قصص, كنا دارين نعمل فيلم متواصل درامي, لكن حسينا إنه لا, إنه يعني الفكرة بتاعتنا ما حتقدر تصل عن طريق الحاجات دي, لازم يكون في حاجة رمزية وعشان نقدر ننطلق منها يعني نعمل نطلع لليفل تاني يعني. تمام. الواحد من المشاهد اللي هو كان بتاع المريض والدم اللي بتنقل وكذا, فيه يمكن حزن مبالغة, فيه إحساس أنت بتحس إنه حاجة يمكن تكون حقيقية أو تكاد تكون حقيقية. طيب كيف قدرت أتوظف الحالة؟ هم لاحظ إنه ما ممثلين ولا تقريبا هم دارسين تمثيل, لكن قدروا يوصلوا الإحساس. والله صراحة يعني زول ممكن يحس بيه حقيقي لو ما الدم كان هو عبارة عن كتشف كده, ما كنا عارفين أصلاً نعمل الدم كيف. مرة جاي ركز على المؤثرات البصرية. فكان يعني حتى يعني كنا هاويين, يعني ما حد داس هاويين طبعاً, لكن يعني في اللحظة ذيك بالذات يعني كنا قاعدين, يعني إحنا بنعمل المشهد وبنشوف يعني هل يعني طبعاً يعني الممثلين هم ذاتهم يعني مش هم هاويين, لكن عندهم ملكة كده يعني بتحسيه ممكن يكذبوا كده في الشاشة, يعني ممكن يتقمصوا دور تاني يعني مثلا. فقمنا اخترنا الممثلين ديل يعني بالذات الرئيسيين, في ناس يعني لقيناهم في حتتهم وقلنا بس قعدنا يعني كومبارس, لكن الأساسيين يعني عندهم ملكة, يعني زول بحب التوجيه كده أصلا, يعني فيلم ما يعني في اللحظة ما كان كنا خاطين سقف يعني هوليوود ولا كده, لكن بحب التوجيه مثلا الناس قدرت انه توصل يا هو يعني انه يا اخي والله يعني يا اخي هنا بس شويه كده يعني اتالم زياده هنا مثلا نقول كده كوري كده, والحاجه الكويسه انه ما كان فيه صوت, فشلنا الضغط على الممثلين انه يا اخي انه لازم يقولوا حاجه عن طريق صوت, فدي شويه كده خففت عليهم يعني الزول بقى بس مركز على التمثيل يعني البصر, يعني حتى مرات هو اثناء ما بمثل احنا بنكون بنتكلم معه اعمل كذا لانه ما في صوت, فدي هو بيكون مرتاح يعني بحس انه ما قاعد يصور, فدي شويه كان مريحه يعني كبدايه يعني, لكن لو مثلا كان في صوت كان في اعاده يعني الموضوع شويه بيبقى صعب. فغاية يعني هو الحاجه صراحه احنا يعني فخورين بها كتجربه اكثر من المنتج النهائي, لانه التجربه دي هي اللي خلتنا نعرف انه يا اخي احنا ممكن نعمل حاجه, يعني ممكن نمشي خطوه لقدام, يعني بتدي الواحد ثقه يعني عشان يعني. وحاليا احنا يعني زي ما تقول احنا شغالين في الجروب بتاعنا احنا, يعني ده شغلنا يعني بقى. ف مثلا لو ما كان في مهرجان يعني الواحد غالبا ما كان يعني يهتم بالموضوع بالضبط, يعني ما كان نمى الموضوع ده, ما كان اخذ الصيغه يعني صيغه مهمه جديده يعني في اي حاجه. فنوعا ما حسينا يا اخي احنا ممكن نمشي لقدام في الموضوع ده. واحده من اهم الحاجات اللي انتم استخدمتوها في الفيلم هو الفن الايحائي, ده فن عميق جدا, ما لم انت تكون بجد انسان حساس وقادر تحس به وكذا ما تقدر تطلع الحاجه دي. والله صراحة هو يعني الحتة بتاعت الإيحاء والرمزية يعني هي حتة صعبة, لكن صعبة إنها تتوظف كمان كيف في نفس, لكن بالضبط تتوظف, لكن بتوصل المعنى بطريقة أسهل كثير, يعني بطريقة سلسة بالنسبة للزول اللي بيحضر, يعني أحسن من يجيب له الحية ويقول له هاك دي المعلومة أسهل مثلاً وصول يمكن بالضبط. فيعني مثلا كان في حاجات كثيرة يعني في الحتة بتاعت الليدو, في الحتة بتاعت الخريطة, في الحتة يعني في تفاصيل كثيره, حتى شكل الخريطه ذاتها والكلمات اللي فيها جوه التكوين بتاعها والهويه اللي طالعه وكده, يعني في تفاصيل على يعني زي ما قلنا في البدايه انه يعني الفيلم اكثر شيء بدي المساحه للزول اللي بيحضر, يعني بديه اللي هو براوف بيقوم عشان بيبدا يتخيل الالوان, ايوه ياخذ الالوان بتاعتنا, في ناس ماشيين الوسط بيربط الليدو بالطوالب الموضوع بتاع العنصريه, ف يعني هو فعلا موضوع صعب شديد يعني, لكن يعني في ناس يعني في يعني انا مرات يعني قاعد ارسم مره كده, فدائما يعني هو يعني مثلا يعني برا بيقوم بيرمزوا للامل كده مثلا بالالين كده بتطلع وحاجات زي دي, مثلا بيرمزوا للموت مثلا, يعني في رمزيات برا كده ثابته, لكن مثلا اللي ده كان جديد علينا يعني احنا يعني كده يعني بعدين شويه قريب كده يعني لينا يعني في السودان يعني الناس كلها كده يعني تلعب ليد وكده, فنوعا ما هو يعني هو يعني هو فن صعب يعني, لكن في نفس الوقت اول ما الواحد يقدر يصل لحاجه يقدر يعني يحيي بها المعنى اللي هو دايره خلاص, يعني تخيل يعني بيكون قطع شوط كبير من الحياه داير يعملها, لانه زي ما قلنا المباشره او الرتابه يعني ما قاعد تحقق حاجه, يعني في
في يعني في ناس بدوا محاضرات في كتب بتتكتب، لكن دائما الفن هو بيشيل المحاضرات دي وبيشيل الكتب دي وبيشيل كلام الناس بحيث انه بيقدر يصل لراس الزول المشاهد وبيخليه يفكر. يعني اسهل يعني ناس معظم الناس قاعد يحضروا افلام بيحضروا مسلسلات بيشوفوا حياة فنية، لكن ما كلهم مثلا بيقروا، ما كلهم مثلا بيصلوا لنفس النتيجة او الحياة بتتقري او يعني حياة الجامدة دي بتحرك فيهم حقي عشان يفكروا زي الافلام. يعني دائما الفيلم هو بيختصر الطريق بطريقة ما واضحة، يعني هو بحس انه ما في زول قاعد يقول لي اخي اسمع 1 2 3 هو بس بيحضر يعني اسهل وسيله للتعبير لانه احساسك بيها بكون سمعي وبصري وحتى بياخذك معه بالضبط. يعني بتحرك فيه يعني الحواس كلها، يعني بتخليه حتى هو ذاته يعني بالذات مثلا نتكلم على الافلام الكبيره، يعني في الناس بتحب تحضر الافلام لانه بتتخيل انها هي قاعده في الفيلم ده مثلا، بيديها يعني بيديها بعد اكثر من الحياه اللي هي حسها عايشها مثلا هنا مثلا، بتخيل روح محل الشخصيه الفلانيه دي عايش كيف، بياخذ حتى المشاعر بتاعته بتأثر بالحياة اللي قاعد يشوفها. فالناس يعني بتحب كده انه يعني تخش في دور ثاني، يعني تخش في شخصية ثانية كده وتواصل عليها. فعشان كده يعني احنا لسه هنواصل معاك باقي حديثنا، وانا بصراحة فخورة جدا انك انت واحد من الناس اللي قدرت تتناقش في مواضيع زي كده. هنكمل معاك باقي حوارنا بس بعد الفاصل. جديد ولسه متواصلين معاكم في برنامج سينما سودان، ومعانا الضيف الجميل جدا ابو بكر. خلينا اسالك عن التحديات اللي يمكن تكون واجهتكم في فيلم ليدو. بصراحه يعني كون اول فيلم فيعني ده بخلي لازم انه يكون في تحديات كثيره جدا اكثر من الحاجات هسه اصلا قاعدين نواجهها. يعني حد هسه اول حاجه في الحته بتاعت انه يعني الحته بتاعت انه نحن عندنا قاف في فراغ كده ما اعرف يعني عن الموضوع ذاته، عن الطريقة بتاعت الكتابة بتاعت الفيلم، عن الكاميرا، الصوت، الصورة، المونتاج، الحاجات دي كلها يعني احنا كنا جديدين عليها. فده كان تحدي مثلا في البداية. مثلا التحدي الثاني الكبير هو مثلا يعني الحتة بتاعت الإنتاج مثلا، من ناحية يعني غير انه ما كان في قروش مثلا بتاعت إنتاج ومصاريف بحيث انه الناس يختار اللوكيشن أو الحتات بتاعت التصوير اللي هي عايزاها بالضبط، مثلا ده أنا أمشي المستشفى الفلانية، ده أنا أعمل حاجة فلانية. يعني الموضوع بتاع اللوجيستيات ده كان صعب شيء. يعني مثلا بتذكر كان الحته بتاعت التصوير بتاعت الدم دي مثلا يعني كان المفروض نمشي مستشفى يعني، لكن يعني اتعرقلت كثير يعني نمشي المستشفى. يعني الثقافه بتاعت انه في ناس دايرين تصوير دي كان يعني لحد هسه حاجه جديده، يعني ما بفهم انت داير تعمل شنو. ففي الاخر يعني كان لقينا دكتور مصاب من الشباب بتاعنا التبرع بالدم، فده كان عربيه بتاع التبرع بالدم. يعني قدرنا نحن نقنع انه يا اخي عندنا فيلم وتكلم عن موضوع العنصريه وكده، يعني هو تقبل الفكره. يعني مثلا في الحته بتاعت الثقافه انه يا اخي في ناس دايرين يصوروا فيلم دي يعني لسه كده يعني ما احنا في التحدي. يعني انه مثلا انا امشي مثلا اطلع الشارع مثلا يعني اخذ الكاميرا بتاعتي في ناس بتمس، يعني ده كان تحدي برضه. يعني اضافه لموضوع الانتاج ذاته يعني الخط الزمني بتاع الانتاج، انه مثلا انت بتكون لا تمشي تصور المشهد ده الليله ويقول لك والله الليله يا اخي معليش انا مثلا عندي ظروف كده مثلا ما حقدر. يعني في النهايه كلنا هاويين، يعني كل زول عنده مسؤوليات ثانيه، يعني ما ممثلين ما عندنا عقودات ما في كده يعني. فعادي احنا بنمشي الموضوع بس يعني حسب اي زول، يعني كل التيم بيكون جا خلاص احنا قمنا مشان نصور. فيعني فدي كان يعني ده جزء من التحديات يعني كان واجهنا في الفيلم. يعني طبعا لحد هسه في جزء كبير يعني بيواجهنا، يعني ما حاجه زمان وفاتت خلاص، يعني لسه يعني في تحديات كثيره شديد. واحده يمكن من اهم التحديات انه في للاسف احنا هنا في السودان ما عندنا دور محدده او معينه بتعلمنا احنا كيف نصنع فيلم سينمائي، كيف نقدر نمثل، كيف حتى نصور للسينما. فيمكن اذا عندك اي معالجات ممكن تتم الامر، ممكن تكون في شنو او تتلخص في شنو؟ والله صراحه زي ما قلت في زي فقره مثلا او في عدم توفر المساحات الكافيه اللي بتخلي الشباب انه يعرض الافكار بتاعته من جهه، ومن ناحيه ثانيه انه يتدرب عشان يقدر يطلع هذا عشان يعرضه. يعني تقريبا من الحتات الوحيده اللي بعرفها بشكره جدا يعني السودان فيلم فاكتوري، طلال عفيفي مع حد جوده، وفي كان شهد الحاج الله يرحمه كان عنده المنظمه بتاع السودانيز فويسز، كان برضه بيدعم الشباب وبيوفر لهم الامكانيات كتدريب وكناحيه بتاعت عده انه يمشي يصوروا. لكن غير كده يعني ما في اهتمام عام يعني بالحته بتاعت انه يا اخي الفيلم ده مثلا او الفن عموما هو عباره عن
ثقافة يعني احنا محتاجين لها عشان نقدر نحافظ على الإرث بتاعنا او الثقافة بتاعتنا او الهوية بتاعتنا، يعني بالذات في ظل يعني الانفتاح مثلا القنوات البرة الإعلام البرة، لازم حاجة تكون يعني الحياة البرة ما أقول لك عوا يعني يعني احنا بنستفيد منها كثير جدا جدا، لكن في نفس الوقت يعني احنا ما عندنا حاجة بيجاية مثلا احنا يعني نظام يعني ما عندنا يعني انا نفسي ما يعني دلي فيلم مثلا ما بتذكر فيلم سوداني كده يعني قريب مثلا اقدر مثلا، لكن عشان ما نظلم حقهم يا ابو بكر يمكن مؤخرا في كمية من المجموعات الشبابية اللي هي بتصنع بالضبط، يعني انا ما قصدي الشباب شغالين ما في يعني الشباب شغالين، لكن انا قصدي حاجة اكبر حيث انه تحتوي الشباب ديل ذاته، احنا كلنا شباب وشغالين يعني تعبانين في الموضوع ده، لكن انا قصدي يعني جهة مؤسسة أو اتحاد عام بالضبط يعني يقدر يرعى الحياة، يعني حتى مثلا هنا ما في أكاديمية رسمية تدي شهادات، ما في كلية مثلا معتمدة بتاعت إنتاج مثلا، فيعني مثلا يعني مثلا برا بكون غالبا في مسميات، يعني مثلا في بكون زي مثلا باخذ مثال قريب مثلا في الإمارات في حاجة عندهم اسم مختبر الإبداعي، أنت بتجي بتسجل في المختبر ده مثلا بتيجي بتشتغل في الاستوديو بتاعهم، بتيجي تأجر العده بتاعتهم بدون قروش بدون مقابل، بس انت بتكون عضو بتمشي تطلع حياتك بتمشي تجيب الحياه تصور حياتك وترجع، في دورات طوالي بتكون شغاله، في دعم يعني في تمويل للحته دي بحيث انه كل الناس اللي بتيجي تقدر تستفيد وتطور مواهبها في الاخر تطلع منتجات يعني منتجات سينمائيه او اعلاميه عموما، بحيث انه في النهايه العائد بيرجع لهم هم وبيرجع للناس اللي بيطلعوا الحياه دي، فمثلا لو هنا توفر يعني مثلا صندوق مثلا بتاع دعم انه مثلا يا اخي انا عندي فكره بتاعت فيلم ده اقدمها مثلا يقوم بدوني مثلا تمويل عشان انا اعمل الفيلم ده، جزء بتاع اشراف او توجيه مثلا انه يا اخي يعني مثلا مراجعه بتاع السينما، يعني لازم يكون في جهه كبيره مثلا ساق الحياه دي، يعني هو طبعا الشباب ذاتهم يعني ما مقصرين يعني تعبانين جدا، وحتى هم ذاتهم الحاجات الكبيره دي هم ذاتهم عاملينها بس بمقاس اصغر، يعني بيساعدوا بعض بحيث انه يقدروا يطلعوا الحياة زي دي، فالناس كلها يعني شايلة بعض كذا، لكن طيب. مثلا لو في حاجة أكبر بتسرع الموضوع على سيرة الشباب زي ما قلت لك يمكن قريب مجموعات شبابية كمية بتنتج أفلام، الحاجة دي يمكن تكون أثرت إيجابية لأي مدى في سينما في السودان وفي مجال السينما عموما، وإذا كان أثرت بثل قولها ما مشكلة. لا صراحة هو يعني ممكن نقول الحراك بتاع السينما ده خلى الناس يعني تحس إنه والله يا أخي يعني ممكن بإمكانيات بسيطة تكون معدومة نقدر نطلع حاجات يعني تحكي القصص بتاعتنا، توصل أفكارنا بطريقة بسيطة، يعني واحد يعني الكاميرا يعني في مجهود يعني في 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 حاجات يعني في حياة ملموسة يعني الشباب قاعدين يقدموها، فكل ما الحياة دي تكتر مثلا وعمال تشارك برا تفوز بمهرجانات برا بتدي الشباب يعني بيجي دفع إنه يا أخي يعني ده وصل مهرجان، يعني انت ممكن تصل المهرجان مثلا يعني او خلي المهرجانات البر، يعني في اعمال جيده شديده يعني الفتره الاخيره 3-4 سنين اللي فاتت تقدمت وتعرضت وسافرت فات مهرجانات، يعني حياه الواحد بيفخر بها جدا يعني، فدي بتدي دفعه يعني للناس انه والله اخي احنا ممكن يعني ممكن احنا كشباب ممكن نسوق الموضوع ده مثلا، ممكن نطلع حاجات يعني ممكن نعمل حاجات بتتكرم يعني بتستحق انها تتعرض، ممكن نصل لحد أدنى من الاحترافية بخليها تطلع مثلا، ممكن نجود بإمكانياتنا نطلع مثلا الصوت بجودة كويسة الصورة بجودة كويسة، يعني خلت الناس برضو تعرف إنه مثلا الكاميرات ما أي حاجة، يعني في ناس كتار جدا بيشتغلوا بموبايلات بيشتغلوا بكاميرات قديمة يعني، فنوعا ما يعني ناس بدت تحس إنه يا أخي يعني في منتوج، لكن المنتوج ده عشان يستمر يعني معظم الحياة دي أول ما الشاب يعني اصطدم بالحياة زي ما بيقولوا يعني الشغل مع الوظيفة يعني الضغط بتاع الحياة بالضبط يعني بعدين ده سافر مش السعودية ده سافر مش يعني حتى الجروبات اللي كان ساندة بعض بتطلع حاجات بتقف بتموت. طيب المشاريع المستقبلية لمجموعة نحنا ممكن تكون شنو؟ والله صراحة يعني إحنا الفترة اللي فاتت دي يعني مثلا كنا شغالين هو إعلانات شغل ترويج كده عشان بس نطلع قروش عشان نقدر نبني بها المجموعة بطريقة كويسة عشان نقدر نجود الشغل بتاعنا عشان نقدم شغل رسالي، فقريب ده كان طلعنا فيديو لمازن حامد كان أغنية، كنا مركزين هو على الحياة الصغيرة اللي ما بتطلب مجهود شديد بتاع تفكير أو سيناريو أو تمثيل أو حياة زي دي، يعني في الآخر الأغنية دي انت بتصورها 1-2-3 كده وبتطلع، فمثلا يعني حاليا مثلا ممكن تقولي إذا روب قاعد يكتب في فيلم قصير ما معروف يطلع 200، لكن يعني هو شغال في السيناريو بتاعه
برضو أنا عندي سيناريو صغير كده، لكن مثلا يعني من هنا لحد آخر 2016 ما أظن في حياة يعني ممكن، لكن مثلا ممكن السنة الجاية مثلا في أغنية مثلا تانية مازن حامد يعني ضمان يعني، لأنها ما فيلم في يعني في حياة صغيرة بتبدأ بتطلع يعني، لكن مثلا كفيلم غالبا السنة الجاية يعني في الفيلم بتاع حسن زرقاء غالبا هو حيطلع 200 بالضبط ما معروف يعني، في النهاية يعني السيناريو ما عنده زمن معين يعني، بس لما نحس انه خلاص يعني وصل يعني مرحلة معينة يعني نضج كفاية بحيث انه يطلع للشاشة بنبدأ ننفذه، لكن يعني ما في زي تايم لاين معين كده انه والله حنطلع 1 2 3 يعني، اكثر حاجة ضامنينها مثلا انه في اغنية ثانية حتطلع، لكن كفيلم يعني في السنة الجاية اكيد حيطلعوا، لكن 200 بالضبط ما معروف. افلام طويله ولا قصيره؟ والله قصيره لانه نحن في الامكانيات بتاعتنا ما في يعني، ما لما مثلا نتفاجئ السنه الجايه بجهه بتوفر دعم مثلا افلام طويله مثلا يعني ممكن يعني، لا يعني المشكله بتاعت يعني افلام الطويله مشكله يعني بتتطلب مجهود طويل شديد، ساعات بتاعت انتاج، ساعات بتاعت عمل يعني كثيره شديد وكباسيتي او يعني حاجه اكبر من الطاقه بتاعتنا، لكن الافلام القصيره نوعا ما بتقدر 3 لـ 7 دقائق 10 دقائق كده يعني، شو زول يعني بجازفه زي ما نقول يعني باقل مجهود بيقدر يوصل الفكره بتاعته، فافلام قصيره. شاكره لك جدا وجودك معي ابو بكر، وان شاء الله لك ولكل الشباب اللي بتحاول انها تقدم او تصنع سينما حقيقيه. انا زي شاكر لك معلش. تسلم الله يخليك يا رب. بكده نكون انتهت حلقتنا لسينما سودان، تناقشنا وتعرفنا اكثر عن اساسيات كتابه السيناريو، ان شاء الله يا رب كل الناس تقدر تكون استفادت، وشاهدنا كمان فيلم ليدو وتناقشنا كمان عنه. طيب بنتمنى من كل المشاهدين ومتابعي برنامج سينما سودان، لكل الناس الحابه انها تكون ضيوف معنا، انها تتواصل معنا عبر صفحة سودانية 24، وكمان إن شاء الله حيكون في ورش قريبة جدا لكل المهتمين بمجال السينما. بتمنى لكم كل الجمال.